بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علمي بمدارس النجم الساطع الليبية، هنبدأ معاكم بإذن الله أول دروس الكيمياء العضوية. أولاً مقدمة بسيطة عن الكيمياء العضوية. الكيمياء العضوية هي إحدى فروع مادة الكيمياء، وهي بتختص بدراسة مركبات الكربون، أي لابد أن تشتمل على عنصر الكربون كمكون أساسي، ولذا تسمى الكيمياء العضوية بكيمياء الكربون. علم تسمى الكيمياء العضوية بكيمياء الكربون لأنها لابد أن تشتمل على عنصر الكربون كمكون أساسي، ما عدا أي باستثناء أكاسيد الكربون. تيجي تقول لي يا أستاذ في عندك أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون فيهم كربون، أقول لي ما عدا أكاسيد الكربون وأملاح الكربونات. يبقى مرة تانية، الكيمياء العضوية هي كيمياء الكربون، أي لابد أن تشتمل على عنصر الكربون باستثناء أو ما عدا أكاسيد الكربون وأملاح الكربونات. معنى هذا إن أنا هنا مديك سؤال بسيط، ممكن هنا أي من الجزيئات التالية جزيء غير عضوي؟ شايف هنا السي والإتش، ده مركب عضوي، مركب عضوي، مركب عضوي. طب ما هنا في السي، السي هنا ليس بمركب عضوي لأن أنا قلت ما عدا أكاسيد الكربون. طيب يبقى طالما الكيمياء العضوية هي كيمياء الكربون، يبقى لابد أن نتعرف على عنصر الكربون، ده شيء أساسي، ده هو الدراسة بتاعتي كلها في الكيمياء العضوية. عنصر الكربون، عنصر الكربون الرمز بتاعه سي، العدد الذري 6، الكلام ده درسناه سابقا. التوزيع الإلكتروني 1s2 2s2 2p2، معنى ذلك أن الغلاف الأخير بيحتوي على 4 إلكترونات، معنى ذلك أن ذرة الكربون رباعية التكافؤ، ده نقطة مهمة جدا. إذن أهم شيء أن الكربون يحتوي على 4 إلكترونات في الغلاف الأخير. عرفنا سابقا أن العنصر لكي يصل لحالة الاستقرار والثبات يجب أن يكون الغلاف الأخير به 8 إلكترونات، إذن الكربون هنا محتاج إلى 4 إلكترونات. فعندما يدخل معاه الهيدروجين، احنا عارفين ان الهيدروجين H أحادي التكافؤ، يبقى اذا ذرة واحدة من الكربون هيشترك معاها 4 ذرات من الهيدروجين، اذا هيدخل هنا H يشارك بإلكترون و H يشارك بإلكترون و H يشارك بإلكترون و H يشارك بإلكترون. بدل ما اعمل نقطة وهذا الشكل ممكن مش هيبان، قال لك اتفقنا ان احنا 2 الكترون بنعمل رابطة خط، يبقى هذا الخط اللي انا بعمله بهذا الشكل يمثل رابطة تساهمية، وجاية من 2 الكترون، الكترون من الكربون والكترون من الهيدروجين. نفس الشيء بهذا الشكل، نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. اذا معنى كده يا شباب ان ذرة واحدة من الكربون لابد ان ترتبط ب4 ذرات من الهيدروجين.
وهذا ابسط مركب في المركبات في الهيدروكربونات اللي احنا عرفها حاليا، ويرمز له بالرمز CH4. ليه؟ لان واحدة كربون مرتبط معها 4 ذرات من الهيدروجين. شايف ان الهيدروجين عنده رابطة باتنين الكترون، وصل لحالة الاستقرار. كل الهيدروجين وصل لحالة الاستقرار، ظلت الكربون حواليها 4 روابط. يا جماعة خلي بالكم نقطة مهمة جدا، يبقى لازم ظلت الكربون وانت شغال عليها لابد ان تكون ظلت الكربون محاطة ب4 روابط. ليه؟ لان الكربون رباعي التكافؤ. الخط ده اللي احنا بنعمله يمثل رابطة تساهمية احادية. وهقول لك هنا، طبعا احنا كنا خدنا في الدروس السابقة في السنوات السابقة انواع الروابط ايونية وتساهمية. بالنسبة للروابط التساهمية بتكون ضعيفة. اذا انا تستنتج استنتاج مهم جدا، كل المركبات العضوية تحتوي على عنصر الكربون، يبقى كل المركبات العضوية عندها روابط تساهمية، يبقى كل المركبات العضوية درجة الانصهار والغليان منخفضة. يبقى اي درس هناخده في الكيمياء العضوية خلاص في جميع الدروس درجة الانصهار والغليان منخفضة لانها تحتوي على روابط تساهمية. طيب عندما يتحد عنصر الكربون مع الهيدروجين فقط زي ما احنا شايفين، هذا يسمى هيدروكربونات. بدل ما اقول هيدروجين وكربون اتفق ان احنا نقول عليها هيدروكربونات. هيدروكربونات. ما معنى كلمة هيدروكربونات؟ هيدرو جاي من الهيدروجين والكربون، يبقى اذا ما هي الهيدروكربونات؟ الهيدروكربونات هي مركبات تحتوي على عنصرين، نقط ونقط، عنصرين، الكربون والهيدروجين فقط. يبقى الهيدروكربونات مركبات تحتوي على عنصرين، الكربون والهيدروجين فقط. بالنسبة للهيدروكربونات بتنقسم إلى 3 عائلات. مرة تانية، الهيدروكربونات تنقسم إلى 3 عائلات. يبقى إذا هنا الهيدروكربونات، هيدروكربونات بتنقسم إلى 3 عائلات. هو أولا الألكانات، الألكينات، الألكينات. ده 3 عائلات، بس انا هدرس الالكان والالكين فقط. يبقى اذا عنوان الوحده هو الالكانات والالكينات. هتعرف معنى كلمه الكان ايه والكين ايه في الدروس. كلمه مش صعبه، بس لما نفهمها، لو انت فهمت الالكانات هتقدر تفهم الالكينات وتفهم الالكينات. بس قبل ما نتطرق الى هذه النقطه، انا راسم هنا الجزء الميثان كانه مستوي. الجزء ليس مستوي، بس احنا عشان السهوله بيرسم بهذا الشكل. جزء الميثان بتبقى ذره كربون اهي، ذره كربون اللي هي بالاسود، مرتبط بها 4 ذرات من الهيدروجين. شايف الشكل ده؟ هيدروجين 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 هيدروجين. فالشكل هنا ثلاثي الابعاد، ويظهر كانه هرم رباعي الاوجه، هرم رباعي الأوجه. إذا جميع الألكانات ليست مستوية، كلها بتبقى الشكل بتاعها بيبقى ثلاثي الأبعاد، وجزيء الميثان واخد شكل هرم رباعي الأوجه. هو أدي وجه 2 3 4. نفس الشيء هناخد مركب آخر أو جزيء آخر، هو الإيثان اللي هنتعرف عليه حاليا، وهو شايف الشكل غير مستوي، ولكن بيكون الشكل فراغي. ده بالنسبة للشكل بتاع جزيئات الألكانات. هنبدأ نتكلم حاليا على الألكانات، ولو فهمت الألكان هتقدر تفهم الألكين والألكين. أي جزيء في الألكان سواء ميثان زي ما هنتكلم، الشكل لي أنا برسمه على السبورة بهذا الشكل للسهولة، ولكن ليس مستوي، ولكن بيكون فراغي ثلاثي الأبعاد، والميثان بيكون هنا هرم رباعي الأوجه.
نتكلم يا شباب دلوقتي على الألكانات، ونصيحة لو أنت فهمت الألكانات هتقدر تفهم الألكينات والألكينات. أولا هنبدأ في هنا الألكانات دي عائلة، وانت عارف ان العائلة كل واحد بيكون عنده اسم، فهناخد هنا الألكان وهناخد الصيغة البنائية. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده هو أساس الكيمياء العضوية، هو ده أساس الكيمياء العضوية. أولا أول مركب في الألكانات اللي احنا اللي هو يحتوي على ذرة واحدة من الكربون، ذرة واحدة من الكربون يبقى السي، واتفقنا ان السي لازم يكون حواليها أربع روابط رباعي التكافؤ، يبقى هيدخل أربع ذرات من الهيدروجين، دي اسمها الصيغة البنائية. أما الصيغة الجزيئية هي سي مرتبط بها كم هيدروجين؟ خلاص انت عارف يبقى لازم أربعة هيدروجين، يبقى سي اتش أربعة. طيب افرض المركب الثاني اللي عنده اثنين كربون، ذرتين كربون مرتبطتين مع بعض زي هنا، هي الأسود دي ذرة كربون وذرة كربون، نرسمها على السبورة، يبقى هنا واحد أهو ذرة الكربون الأولى ودي ذرة الكربون الثانية، ده كله مركب واحد، يبقى هنا في رابطة، هنا هيدخل H وهنا هيدخل H وهنا يدخل H وهنا يدخل H وهنا يدخل H وهنا يدخل H. اتأكد ان الهيدروجين أحادي التكافؤ عنده رابطة واحدة، الكربون رباعي التكافؤ لازم يكون عنده أربع روابط، بس الروابط اللي هنا روابط تساهمية أحادية، ودي لها معنى لان في الدروس اللي جاية هنعرف ان الألكين والألكين هنا عنده رابطة ثنائية وهنا رابطة ثلاثية. طيب يبقى الصيغة الجزيئية عندي كم سي؟ اتنين، يبقى ايه؟ سي تو اتش، تلاتة وتلاتة ستة. يا جماعة انت عندك سي واحدة، السي اربعة هيدروجين، اتنين سي، السي رابطة مع السي، يبقى هنا هتاخد تلاتة وهنا تاخد تلاتة. طيب يا جماعة احنا عندنا في الألكانات لغاية خمسين ذرة كربون وستين ذرة كربون، هناخد تلاتة كربون، المطلوب منك من واحد كربون لخمسة كربون وستة كربون. طيب يبقى تلاتة كربون ادي واحد، خلاص اتفقنا نعمل خط، اتنين تلاتة. اذا خلي بالك بقى لو واحدة كربون سي اتش اربعة، اتنين كربون هيبقى هنا في تلاتة وهنا تلاتة، تلاتة كربون ذرة الكربون اللي في النص رابطة من هنا ورابطة من هنا، يبقى هتاخد اتنين هيدروجين فقط، يبقى اذا هنا تلاتة هيدروجين اللي على الطرف، تلاتة هيدروجين واللي في النص هتاخد اتنين. طب نكتب الصيغة سي تلاتة اتش تمانية، ادي تلاتة وتلاتة ستة واتنين في النص. طب ما انت استنتش بقى اللي بعديه، اللي بعديه هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى اللي على الطرف تلاتة هيدروجين، تلاتة هيدروجين واللي في النص اتنين، الخطوط دي معناها ان مرتبط مع الهيدروجين، هيبقى سي اربعة اتش عشرة. طب الاسم ايه يا جماعة؟ الاسم جاي، شوف هتفهم يعني ايه الكان دلوقتي، الاسم جاي من اللغة اللاتينية، كلمة الك، الك يعني عدد زي النمبر العدد، فكلمة الك اللي هو مقصود به العدد في اللاتينية، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اللي هو ميز، اتنين ايث، تلاتة بروب، أربعة بيوت. اتفقنا لما يكون في روابط أحادية لازما تحط المقطع ألف نون أهو، يبقى إذا ميثان إيثان بروبان بيوتان. إذا يا شباب احفظ دول مهمين جدا، هتلاقي نفسك حافظهم لوحدك، ميثان إيثان بروبان بيوتان، احنا بقى بنتان هكسان، فانت المطلوب منك نحفظهم بالترتيب، ميثان إيثان بروبان بيوتان. دي بالنسبه لي اسماء، وخلي بالك انا لما اجيب الالكين والالكين هجيبهم من نفس التسميات اللي هنا، بس لهم مقطع ينتهي بيهم. هنا
الالكانات تنتهي بالمقطع الالف والنون. واحد هيقولي طب انا هفضل انا عايز اجيب، انتبهوا معايا الحته دي مهمه، عايز اجيب سي 10، يا ترى الاتش هتبقى كام؟ انا هو انا هبدا احسب من الاول للاخر؟ طب انت استنتج علاقه رياضيه، استنتج كده في راسك، شوف العلاقه ما بين الاثنين والسته، ايه ده؟ الاثنين اصبحت سته، يبقى الضعف واثنين، بص الاثنين اصبحت سته في الهيدروجين، يبقى الضعف واثنين، يبقى لو كان عدد ذرات الكربون هي اثنين هيكون الهيدروجين 2 ضرب 2 ب 4 و 2 6. يبقى انا لو قلت ان لو ربطت الالكان بالصيغه العامه، الحته دي مهمه جدا، الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان زائد 2، ايه معنى الكلام ده؟ ان دي هي عدد ذرات الكربون وبتاخد اعداد صحيحه 1 2 3 4 5. طب عوض كده معايا كده في الاول، السي هنا بكام؟ بواحد، يبقى سي بواحد، الاتش 2 ضرب 1 ب 2 و 2 4 اهو، سي 3 يبقى هنا الان ب 3، يبقى 2 في 3 ب 6 و 2 ب 8. طب انا عايز سي 10، عايز سي 10 هتبقى الاتش بكام؟ احسبوها كده، السي هنا الان ب 10، يبقى 2 في 10 ب 20 و 2 هيبقى 22. اذا خلاصة المهمة في الألكانات، عشان تعرف الألكان من الألكين، في الألكان عدد ذرات الهيدروجين بيكون الضعف واثنين، الضعف واثنين. مثال ذلك، أنا هنا بيقول لك هنا أي من الجزيئات التالية ألكان، ألكان، فهنا سي 6 اتش 12 ده الضعف فقط، سي 2 اتش 4، سي 22 44، سي 10 اتش 22، هتلاقي عدد ذرات الهيدروجين اصبحت الضعف واثنين، يبقى ده ينتمي الى عائله الايه؟ الالكانات. تلاحظ انه في الالكان لها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان زائد 2، وتحتوي على روابط ايه؟ تساهميه احاديه، ولذا فان الالكانات نقول عليها مركبات مشبعة، مشبعة. إذا ما هي الألكانات؟ ده اللي هو موضوع الدرس بتاعي. يبقى إذا الألكانات هي هيدروكربونات، شوف خلاصة الدرس، الألكانات هي هيدروكربونات لأنها تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين، ولها الصيغة العامة CnH2n زائد 2، حيث ان هي عدد ذرات الكربون وبتاخد ارقام صحيحه. الالكانات مركبات مشبعه، لماذا؟ لانها تحتوي على روابط تساهميه احاديه. بالنسبه ل ده بالنسبه للالكانات، لو انا مثلا قلت لك عوض عن الان ب 6، 6 يبقى هنقول سي 6 اتش 2 ضرب 6 ب 12 و2 14، ده أكثر من الضعف ب2، يبقى هذا ينتمي إلى سلسلة الألكانات. ثانياً إن هو مركب مشبع، مشبع، يبقى إحنا عرفناها بالنسبة للخواص. الألكانات عبارة عن في هنا واحد المركب اللي فيه واحد كربون 2 3 4 5 فيه 50 و60 و70. أول أربعة، أول أربعة، شوف هنا الشكل اللي أنا هنا في هنا الجزئية، ما هي الألكانات؟ يبقى الألكانات هي هيدروكربونات مشبعة ولها الصيغة العامة CnH2n زائد 2، حيث إن هي عدد ذرات الكربون. بالنسبة لي الرسم أنا رسمه أهو، هذه الألكان ميثان، إيثان، الميث يعني واحد كربون، والألف والنون يعني ينتمي إلى الألكان أهو، ألك يعني العدد، والألف والنون دي كده مقطع عشان يبقى للدلالة على أنه ينتمي إلى الألكانات. ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان. أنا سايب الهكسان هنا فاضي، ليه؟ عشان أنت تستنتج، يبقى سي 6 لأن سي 5، يبقى ده سي 6، اتش كام؟ احسبها لوحدك، 6، 6 ضرب 2 ب 12 و2 14. أول أربعة
اللي هو 1 2 3 4 دول غازات، وده اللي هو الغاز الطبيعي اللي عندنا في البيت. يبقى اول 4 غاز 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 غاز. اول سائل في الالكانات هو البنتان. اول سائل ده دايما السؤال بيجي في الامتحانات هو البنتان. يبقى هنا من 5 ل 15 هتبقى سوائل، وبعد كده مواد صلبة. مطلوب منكم اذا كنتوا فهمتوا الدرس عندك ان شاء الله تقدر تحل التقويم اللي عندك. هتحل كتاب المدرسة، كتاب المدرسة صفحة 77 رقم 1 و2 و9 كراس التدريبات. كراس التدريبات هتحل صفحة 28، صفحة 28 رقم 1 2 3 4. لو انت طبقت، لو فهمت الدرس وطبقت، مش هتنسى الكلام ده كله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.